بونجور علي، بونجور. بونجور لكل الموجودين معنا من طلاب. من عرفت اليوم انه يعني في اكسكلوزيفيتي للاشخاص اللي عم بيمارسوا العلاج النفسي والتحليل النفسي، يعني كان بسيكوثيرابوت اما كان هيدا اما كان محللين نفسيين اما كان معالجين نفسيين. اليوم شوي هيك رح لكم كيف بده تكون هالساعه ونص، شو بده يكون موجود فيها، لانه يعني ديجا ما رح اعمل سبيتش كله تيوري، لانه بعرف قد ايه اللي عم بيكون بالبراتيك كلينيك قد ايه هو بحاجه انه يسال اسئله، وقد ايه ضروره وجود السوبرفيزيون اما الكنترول اللي بنسميه الفرويد. بلش مع فرويد هالسوبرفيزيون لنقدر نضمن اخلاقيه المهنة ونضمن انه شغلنا عم بيكون مظبوط، وخاصة انه المحلل النفساني اما المعالج النفساني اما المتخصص بالبراتيك كلينيك هو كمان عنده ظروفه وهلأ عم يقطع بظروفه وبحاجة يقيم شغله بطريقة مظبوطة. اذا عم بتصير بطريقة عنده اسئلة نظرية اسئلة براتيك. طبعا اليوم يعني انا رح نفتح الاسئلة لكم اذا عندكم حالات عيادية بدكم تسألوا مجرد أي سؤال، لا طفل لا مراهق لا أدولت لا ثنائي، حالة ثنائي أما حالة طفل، أما اللي الأسئلة اللي بدكم إياها بنقدر بضمن طبعا أخلاقية ألمانيا بضمن الأنونيما لأنه مش لازم نسمي الاسم تبع الحالة، ونقدر أقدر قد ما في أنا وياكم أنه رد على أسئلتكم سواء أونيفو تيو سواء au niveau pratique. يعني إذا بدي بلش شوي اليوم أحكي عن la supervision، وقتا بنعمل supervision أم نعمل un contrôle بشغلنا كبراتيك كلينيك، هو إدي ضرورته إدي هي أهميته لمدى العمر الماني. يعني هيد كتير بصر علي أنا، لأنه في كتير أشخاص لسوء الحظ بلبنان ما بيكون عندهم هالسوبرفيزور أما ما بيتبعوا، يعني بيعملوا يمكن بيكون عندهم مع التيورية عندهم النظريات التحليلية أو النظريات العلاج، بس ما يا منهم شغلين على حالهم يا هن يعني مش خاضعين لعلاج نفساني أما لتحليل نفساني. طبعا شو هي الأبراش في ديكورا منهم بحاجة الشخص يكون شغل على حاله، أما ما بيعمل سوبرفيزيون لسوء الحظ. لهذا السبب اليوم هالسوبرفيزيون مثل ما قلت هي لوغاران، هي الضمان انه نحن شغلنا ضمن اخلاقية المهنة، في دايما هالبيلان عم نقيم طريقة شغلنا وعم نفوت كأنه هالتالت شخص بهالعلاقة الموجودة بيننا وبين الباسيان اما لاناليزان، يعني هالتالت هو كأنه بالسوبرفيزيون تبعنا بانه نحن نخبر هالحالة حالة الشخص اللي عم يجي لعنا، يمكن في شيء ما عم نقدر نفهمه اما في شيء نحن على الصعيد الشخصي دقت فينا الحاله تبعه وعم بتخلينا يمكن توقف ما عم نساعده انه يتقدم بشغله. رح اشوف اليوم، بس خليني سكر اللايف لانه انا كنت لايف كمان. اول شيء خليني شوي هيك بلش، بس انا ناطره اسئلتكم. الاسئله بس هبه بدي اعرف منك الاسئله هي وين بدها تطلع، يعني وين بدها تكون موجوده دكتور؟ الاسئله بتكون موجوده على الشات روم. اوكي، في عندك هون تحت شات، على الشات روم موجودين هلا مبينين. نعم. عندك نعم مبينين. ايه اللي حيصير انه انا حقرا لك الاسئله as an interview هيك مشان تكوني مرتاحه اكثر. كثير منيح، مزبوط. اوكي فخليني شوي بلش هيك بالديفلوبمون بالنمو النفساني. منبلش بهيك كيف الاشياء اللي ببلش هالبيبي اما هالفيتوس اذا بدي بلش ببطن امه انه يسمع صوت امه من خامس شهر. مثل ما بنعرف انه بيصير في انتراكسيون انفعال وقتها بيسمع صوت امه بده ينفعل هالولد، ووقتها بيخلق احلى صوت عنده قبل صوت الموسيقى قبل صوت
صوت اي شيء هو صوت امه هالقد بيعني له. يعني اول ما بيخلق هالولد وجه الام وصوت الام في علاقه معينه، كانه هي الام بتصير هالمرايه للولد من وراء يعني وجودها حده. بنشوف قديه نحن في بيقولوا لا ما بعده صغير ما عليه، لازم الام ما عليه اذا ما كانت موجوده معه، ما عليه اذا كانت ما عم تتحدث معه، ما عليه اذا ما كانت عم هالبان دو باغول مثل ما بتقول فرانسواز دولتو، اما هالبان دو سوا مش هي عم تهتم فيه، ما عليه اذا مش هي اللي عم تهتم فيه، ما عليه ما كان كثير صغير، ما عليه اذا صار معه تروما بهذا. وكل الدراسات وكل اعياديا بتفرجينا قد ايه ضروره هالعلاقه بالعمر الكثير مبكر. رح ارجع لبطن الام وبرجع يعني بنشوف قد ايه في ضروره بهالعلاقه وهالتجنب اي تروما اي صدمه انها تصير باول سنين بالنمو النفساني عند الولد. يعني قد ايه ضروره من صفر لسنه ونص لسنتين اذا بدنا ضروره هالعلاقه الموجوده بين الام وبين الولد. مثل ما بقول بنيكات ما في بيبي بدون ام وما في ام بدون بيبي. اذا بدي كفي مع بنيكات قد ايه بقول الام هي مش بس مجرد ام، صوتها مش مجرد صوت، كلماتها مش مجرد كلمات، وجهها مش مجرد وجه، ابتسامتها مش مجرد وجه ابتسامه. يعني هي المحيط. بقول وينيكوت انه الام هي سي لانفيرونمون، وهي من وراها من وراء ابتسامتها من وراء وجهها من وراء تفاعل ابتسامتها وعيونها ونظرتها بالرجار كيف عم تطلع قد ايه شايفته قد ايه حاويته لهالولد بنظرتها بابتسامتها قد ايه هي مرايه لهالولد تيقدر يكتشف اذا بده يكفي مع وينيكوت السلف تبعه لا يقدر هو يكون عنده هالسنتيمون دو سوا هالشعور بالانا تبعه يبلش ينبني شوي شوي. اذا بدي بلش اول شيء بوجه الام اللي هي مرايه اذا عم تطلع فيه انه انا رافض اكون ام رافض الامومه اما عم تقطع له نزوات الموت قد ايه هو عم بيشوف حاله حدا بشع قد ايه عم بيشوف حاله حدا ما بيستاهل انه ينحب قد ايه هو لازم يدمر بحاله. اما اذا شايفته انه انا بدي اياك انا شايفتك اول شغلي انا شايفتك هيدي اهم شغله تكون مش عم تعمل مش الام اللي عم تعطي الحاجات الاوليه اللي بزوان بريمير عم بتعمل ببرو بدون ما عم بتشوفه هون مش رح يقدر يشوف حاله ما رح يقدر يفوت بالاكسبيريانس الاوليه بين بحياته بهالاشهر اول اشهر ما رح يقدر يشعر بالسلف تبعه. مش هيك في كثير اولاد بتتعلم الكلام بتصير تحكي يمكن عندها الباغول تبعها بس ما بتكون هي عم بتدق بالسلف لانه ما بتكون عايشه تجربه الام كمرايه للحاجات كيف الام باول الكوميونيكاسيون بالانتر اكسيون بالتفاعل ما كانت مرايه لهيدا الولد ما قدر يشوف حاله ويشعر بالسلف الانتيريور. والصوت اذا بدي ارجع انتقل للصوت قد ايه هو مهم يعني بالصوت هو بتبلش لا بارول بتبلش الكلمه بتبلش الام بصوتها منه مجرد كلمات. الصوت هو عنده لون ايموشنال لون انفعالي. يعني الام وقتها هي عم بتقول الولد عنده حاجه عنده بزوان اجت الام قالت له كاسكو تو فو. اول شيء شفته انه براته شفته انه هو منه بلعته منه جواته شفته انه هو بتقدر تتحاور تتكلم معه وقالت له كاسكو تو فو. هي عم بتلبي له حاجته بهالكلمه الكاسكو تو فو تو فو ان بيبرون. اذا قالت له ما نحسب ناخذ اكزامبل هل عارف انه هل تو فو ان بيبرون يعني هي لبت له حاجاته وجبت له رجعت البيبرون يعني اجى البليزير من بعد هل tu veux un biberon هيك شوي شوي. فاذا الكلمه هالباغول صارت هي ممزوجه بهالانفعال صار عندها كولور ايموشنال وحسست هالكلمه كيف ممزوجه بلش هالولد يعرف انه اذا قالت هالكلمه
شو بدك اذا قلت يعني هي في بيت بليزير، يعني هي غضبانه عليه، يعني هو صورته على حاله يمكن ما يحب صورته على حاله. اما اذا قلت له يلا اون با مانجي ماتنو، يلا بهالحوار اللي هو هالوجه تبع الام وصوت الام الممزوج بالانفعال اللي شايفته براتها اللي عم تتحاور في وناطره منه انه يتجاوب معها، اه tu veux ça اه tu veux ça اه tu veux tu c'est bon اه il paraît que c'est bon، يعني عم تتفاعل معه وصار فيها البينبو بالحوار. هيك بتصير الكلمة الولد عم ينتقل بمطرح عم يشعر انه هو مثل ما بقول لك كان هو ان بارليتر، يعني كائن متكلم صار، يعني هو صار منفصل عن امه وعم يقطع وبيقدر شوي شوي يقطع بالكاستراسيون للكلمة، يعني يعمل الياناسيون للكولتور وللبارول تبع اللانجاج تبع امه وتبع بيه وتبع المحيط الموجود بقلبه. فاذا بنشوف قد ايه ضروره هالحاجات الاوليه سي بوزوان بريمير اليوم اللي عم شدد عليها، لانه هي الجناز، هي الباليه، هي العمود الاساسي للمشاكل النفسيه اما الباثولوجيه على المدى بالمراهقه بتبين وعلى المدى الطويل يعني بالسن الرشد بتبين قد ايه الجناز هي بتتمحور بهالعمر الصغير بهالعلاقه الاوليه بين الام وبين النوغيسون الرضيع، وكيف هالحاجات الاوليه عم تنعطى، قد ايه الام شايفته، كيف عم بتعطيه لسان، كيف عم تعطيه لبيبو، كيف عم بتحممه، قد ايه عم تحويه، قد ايه عم بتكون هي كونتونات، قد ايه عم بتفرجيه صورته على حاله، النرجسيه الاوليه كيف عم تتكون عنده من وراء اللانجاج اللي عم بت عم بيصير بينه وبين هالولد، قد ايه عم تعمل له ساتسفاكسيون لهالبزوان تبعه، قد ايه عم يشعر انه بالبليزير اما بدي بليزير من وراء هالحاجات الاوليه. وهون بدي اذا بدي ارجع مع فرانسواز دولتول بتقول انه مش بس هنا عندنا ان بان دو سوان، عندنا ان بان دو بارول، انه الام تتكلم مع ابنها ضروره قد ايه يصير فيها الحوار بهالحاجات الاوليه الام اللي بدها تقدمها. يعني اذا بدي ارجع كمان على اندري جرين وقت حكينا على لا مير مورت اما لو سيمبتوم دو لا مير مورت، وكان عم يحكي تيمونياج عن امه عن حياته هو العايشه حياته وقت كان رضيع، الام اللي فقدت كان عندها داي واللي عم بتطعمي هالولد بدون ما عم تطلع فيه، بدون ما عم تتحاور معه، بدون ما عم تحضنه بنظرتها بابتسامتها بصوتها بدفء صوتها. قد ايه بنقول اوقات tu m'as touché par ta voix tu m'as touché par tes paroles، يعني ليك قد ايه الصوت بدق بالسلف بدق بالشخص بالايموشن تبعه. واندري جرين كان عم بيخبر وعم بيقول انه الام وقتها ما بتقدر، وقتها هي بتكون عم تقطع بحداد اما عم بتكون هالقد عندها نزوات الموت بمهمتها كام بكيف عم بتقدم الحاجات الاوليه، قد ايه بتاثر على صوره الولد على حاله وعلى قد ايه نزوات الموت هي بتغلب نزوات الحياه عند هيدا الولد، ممكن تؤدي لكثير عوارض على تركيبة شخصية فيها الميلانكولي فيها السويداء فيها إلى آخره. قد ايه صورته عن حاله هي عم توصله من وراء مراية هالوجه اللي هي مراية للأم، قد ايه هي عم يوصله أشياء سلبية بصورته على حاله. إذا كمان بدي أشوف قد ايه يعني بهالحاجات الأولية حكي وينيكوت عن الهولدينج والهاندلينج على الطريقة، مش مجرد الأم تحمم، مش مجرد إنها طعمه، مش مجرد هي شو في انفعال عم بتقطع له من وراء هالحاجات الاوليه. شيك بقول انه من اكثريه الاوقات العوارض الجسديه النفسيه بنشوف انه بيردها وينيكوت لهالمرحله، يعني الاشخاص اللي عندها مالادي بسيكوسوماتيك الحالات الجسديه النفسيه بترجع لهالمرحله، كيف صار الهولدينج والهاندلينج بين الام وبين الولد، كيف حضنته، كيف شفته، كيف ما اعتبرته او ما شفته اما شفته شيء سلبي جدا وقطعت له هالشعور الاضطهاد اما لا بالعكس قطعت له انه شايفته، هي شايفته انه هو حدا مستقل عنها، هو عنده حاجات بدها تلبي له اياها الى اخره. في سؤال يمكن كذا سؤال في شوي وقف وبكفي بهذا المطرح، يبقى اذا بتحبي انك تسأليني. اما اوكي
فيفيان عم بتقول une femme enceinte en quatrième mois souffre d'un écoulement sanguin et d'après le médecin, il n'y a pas de cause organique pour ce découlement. Et cela est en relation que la mère refuse inconsciemment l'idée d'être une mère. Une femme enceinte en quatrième mois souffre d'un écoulement sanguin et d'après le médecin, pas de cause organique pour ce découlement et cela est en relation que la mère refuse inconsciemment l'idée d'être une mère. Ok. كتير حلو السؤال فيفيان لأنه كنت عم بحكي كمان déjà هلا على أهمية البسيكوسوماتيك. ولا مرة ك بسيكولوج كلينيسيان اما ك اللي بالموقع اللي انتم اليوم عم تلعبوه اليوم اللي انتم الموجودين فيه الستاتيو الموجودين فيه كونكم دي ثيرابوت اما دي بسيكاناليست اما دي بسيكولوج كلينيسيان براتيسيان حسب اي ابروش لانه طبعا نحن بنعرف انه نكون بعلاج نقوم نحن يجي الشخص يعمل علاج نفساني عنا بده يكون عنا انه سيغتان فورماسيون هيدي بشدد عليها شو ما كان فورماسيون بس بدنا نكون بضمن اخلاقيه مهنتنا نحن قاطعين لانه فورماسيون حسب نحن شو الاستاتيو تبعنا بسيكوثيرابوت كوجنيتيف بسيكوثيرابوت سيستيميك بسيكوثيرابوت اناليتيك بدنا نكون عاملين الانسانيومون اي لا فورماسيون اي لا سوبرفيزيون اللي هي بتشدد عليها جدا لا سوبرفيزيون بهيدا الابروش اللي نحن عم نتبعه. اذا بدي رد على فيفيان هي ولا مره نحن بنسب اما نحن بنفرض على الباسيون انه سي بسيكوسوماتيك حسب الخطاب تبعه حسب سون ديسكور يمكن نحن بنطرح عليه السؤال انه اسكو تو يا في لي زيكزاما اورغانيك اذا قال لي ايه انا عملت الاكزاما اورغانيك وما طلع في شيء يمكن بمجرد سؤالي هو مثل ما يعني هالعلاقه كمان بالكلمه اللي هي كمان تنتي ديموسيون تنتي بمطرح رح يقل هو الباسيون لحاله اذا كانت الاشياء سي بسيكوسوماتيك اي اما لا تيوريكمون نظريا اللي بلشت انا باول ما بلشت انه في عنا اكيد الابروش اذا بدي احكي بسيكاناليتيك هي بنسترد على اشياء تيوريك بس على اشياء تيوريك ولا مره مش هيك بعلم النفس ما عندنا شيء هيك يعني هيك 100% ما عنا اذا صار معه الشخص هيدا التروما 100% بده يصير معه هيك ما عنا يعني بسؤال اليوم فيفيانا ممكن بس ما عنا كل حدا حسب الخطاب الانكونسيون تبعه لو ديسكور دو الانكونسيون حسب سي بليسور حسب كيف عايش قبل هو بمطرح هو اللي بيحدد اذا سي بسيكوسوماتيك اي ام لا يعني ان تانك بسيكوثيرابوت نحن ما فينا نجي نقول له ايه انت مشكلتك بسيكوسوماتيك لا نحن بنطرح عليه اسئله اول شيء بدنا نشوف اذا سي اورجانيك اذا عمل الفحوصات الضروريه بنرجع يمكن باسئله معينه بندعي اذا في شيء هو بسيكوسوماتيك اذا ما في نحن ما بحق لنا نحن بايبوتيز نتشبص فيها ونتلقط فيها ونلقط النظريه ونفرضها على الباسيان ما فينا هذا ضد اخلاقيه المهنه تبعنا نحن حسب هو الديزير تبعه وين بيوصله من وراء الكلمات تبعه من وراء اللانجاج تبعه هو بيحدد اذا سي لو نيفو بسيكوسوماتيك اي اما لا ممكن هلا اذا بدي احكي نظريا ممكن حدا اذا عنده ما عنده ديزير لتكمله البرولونجمون دو لا كروسيس ما في شيء اورجانيك انه كانه هالقد هالانكونسيون يعمل شيء انه يصير فيها الاكولمان اما ايه معقوله جدا معقوله بالحالات اللي شفناها المتكرره ما في شيء اورجانيك وصارت وبنشوف انه خلال التحليل النفساني في عدم رغبه للامومه عدم رغبه عده اسباب حسب كل حدا الانامناز حسب كل حدا كيف عايش الامومه كيف عايش كطفل مع امه كيف حاضر للامومه حسب كيف بحاضر مع جسمه قد ايه بطن هالام بتقدر تحضن هالولد اما لا كل حدا هو مختلف بس اذا بدي اشوف نظريا فيفيان ايه فيها تكون كل العوارض كل الاسباب العضويه مش موجوده لهالايكولمون دو سان بورتان في دائما عم بيصير في ايكولمون دو سان ناتج من وراء رغبه باللاوعي انه يتوقف هالكروسيس بس ما في شيء مطلق هو حسب خطاب الباسيون غيره
دكتور قبل ما اكمل الاسئله بس بدي اقول انه فيكم تسالوا بالعربي او بالفرنش، يعني الدكتور فيها تحكي عربي وفيها تحكي فرنسي، ما تعتلهم لانه معنا ناس ما بتعرف الفرنسي. طبعا اوكي بدي اعتذر انا من الاشخاص كمان اذا عم مر اوقات مصطلحات بالفرنسي، رح انتبه اني اقطعهم بالعربي. ريما بتسأل: ما تحليل العقم النفسي عند الأم التي تأخذ دور الطفلة في العلاقة الزوجية؟ العقم النفسي عند الأم التي تأخذ ما فهمت السؤال مزبوط، فهمتي أنت لا، بس بلكي ريما بتسأل إنه شو تحليلك دكتور للمرأة اللي بتاخذ دور الطفلة في العلاقة الزوجية؟ نعم أكيد، يعني هون بمطرح بدنا نشوف بالثنائي كمان. أول شيء أكيد في إذا جابت بنت في علاقة كتير رح تكون كومبيتيتيف، يعني في منافسة بينها وبين هالبنت، وقدام يمكن يصير في قلبة للأدوار، يعني تلعب بنتها دور الشريكة وهي تضلها بدور البنت الصغيرة والبي. يعني هون في أشياء كمان بدها تفوت بهالتريانجولاسيون منا مظبوطة، لأنه في عنا يعني دايما بده يكون فيها الثنائي وفي هي هذا الولد. يعني اذا جابت بنت اما صبي يعني بعلاقتها مع اولادها في نقطه استفهام كمان بدها تكون، لانه هي بتصير ايجال لهم، يعني هي بتصير متساويه بالاجيال مع بنتها اما مع ابنها، لانه عم تفرض من جوزها شريكها يكون يلعب دور الاب، يعني صار بي لمرته وبي لاولاده، يعني صاروا متساويين هن الام مع بنتها مع ابنها. في فاذا لهالبنت لبنتها اما لابنها مشكله بدها تكون بالتريانجولاسيون بالمثلث ام بي ولد، بكل النتائج النفسيه اللي بتنتج عن التريانجولاسيون ام بي ولد. هيدي اول شيء. اذا يعني هون اذا ليه بدها تلعب هذا الدور، في عده اسباب بدنا نشوفها. ممكن جدا عم تنبش على البي بالشريك، ممكن جدا عم بتنبش على الحمايه تبع البي، ممكن جدا عم بتنبش على المنافسة مع الأخت اللي هي بنتها، ممكن عم بتنبش لأنه محل المنافسة أما الغير الأخوة تبعها، ممكن عم بتنبش على إنها تضل يمكن ما عندها النضوج النفساني، هي علقانة بهذا المطرح، ممكن عم تتجنب علاقة الشريك مع الشريك، عم عندها خوف من الحياة الجنسية، ممكن عم بتنبش على الانسست، يعني هي ممكن جدا. عم بعطي نظريات بس طبعا ما بنقدر، عم نعطي نظريات. ممكن جدا عاشت حاله يمكن فيها طابع انسستيو اما انسستيال مع الاب، وبمطرح بدها تلعب الشريك انت بي كانك مش كانك، انت بي يعني كل علاقه جنسيه هي كانه فيها طابع انسستيال اما انسستيو. اعطيتك بانوبلي دو تيوري ودي بوتيز، بس طبعا بدنا نشوف مع الشخص. برجع بشدد على هالشغله، هو كل شخص عنده الخطاب تبعه اللي بيعرف ليه صار معه هالسمبتوم. وي اوكي. لينا بتقول انه في عيلة، في ام وبي يعني طلقوا، عندهم ولد، وهيدا الولد وقت الطلاق صار مع امه، وفي تعلق كبير بيناتهم للولد والام، بس بسبب ظروف ايكونوميك اقتصادية الولد صار عم بعيش مع البي، ومن بعد هيدا الشيء صار الولد ما بقى يحكي مع امه. هلا هي عم بتقول: هل هيدا انتقام الولد من امه لانها تخلت عنه؟ يعني قد ما بدنا نجمل الطلاق وقد ما بدنا نعمله نورماليزاسيون ونعمله انه عادي، وقد ما بده يكون في عدوى للطلاق بمجتمعاتنا، الطلاق هو تروما، هو صدمه كثير كبيره للولد، وخاصه اذا كان بعمر كثير صغير. يعني الشيء اللي بنسمعه من بالاركيتيب انه معلم ما كان صغير كثير شو فهمه، تعود انه بيه مش موجود، تعود انه امه مش موجوده، هذا شيء كثير غلط. مش هيك اليوم بلشت انا، اول ما بلشت بضروره ضرورة علاقة الأم مع لونوريسو مع الرضيع، وكنت بدي كفي على ضرورة الثنائي وضرورة البي كمان بهالتريانجولاسيون ام بي ولد للمستقبل النفساني بتركيبه شخصيه الولد على المدى الطويل. الطلاق فاذا مثل ما قلنا هو ثاني تروما اذا ما نعتبره بعد الموت بيعيشه الولد، يعني الموت هو اول صدمه بيتلقاها والطلاق هو ثاني صدمه. كل ما كان صغير الولد ما قطع بالنمو النفسي
النفساني الضروري والنضوج النفساني الضروري، مقطع بالإتاب بالمراحل الضرورية للنمو والنضوج النفساني، مش بس النفساني. نحن بنعرف إنه قديه في انتر اكشن مع النمو العقلاني، النمو الديفلوبمون فيزيك، الديفلوبمون تبع الكلام اللانجاجيير، كلهم هودي ان انتر اكشن ان سينرجي مع بعضهم بفوتوا. قديه صار الطلاق بعمر صغير، قديه صار في عنا ردود فعل سلبية. طبعا بلشت اليوم انه يحكي عن ضرورة الام مع الولد، يعني باول سنين مش قلت لها قديه كان عمره الولد وقت تم الطلاق، ان شاء الله ما تكون قبل 8 سنين، يعني مش عم بقول انا من 8 سنين بتصير الاشياء عادية، بس طبعا كل ما نحن بنكون شهلنا شوي بالنمو والنضوج النفساني، كل ما هالولد كبر وصار اقل فيلنرابيليتي، اقل خسع بي على صعيد الانا، صار اقوى، صار الانا تبعه سوليد اكثر. اذا بدنا نشوف يعني دي ضروره انه اذا لابد من الطلاق، بس مش دغري يصير الطلاق، طبعا بشدد عليها، صحيح نحن ناطق وعندنا النوتراليتي، بس بمطارح نحن واجبنا ك عم نشتغل بالصحه النفسيه وعم نشوف قديه ضروره وجود البي، دور البي ودور الام، يعني نحن بدنا نكون بمطارح عم نشدد على دور العيله ودور عدم الطلاق. اذا صار يعني اذا لابد انه صار الطلاق، طبعا في صوره برمزيه البي، يعني اول ما كان مع الام بدنا نشوف شو نقلت رمزيه لوجود البي. لو البي مش موجود بالحياه اليوميه بهالثنائي، بس في يكون برمزيه بكلام الام اللي هو تنتاد مسلوم، مثل ما قلت هو مشرج انفعالات هالكلمات، فيها تنقل قديه الولد هو منه شريك للام، هو ما بيكمل، هو منه التعويض على نقص الام، هو منه شريكه، هو كائن مستقل عن الام، هو سوجي ديفيزي دو لا مير، والبي لازم الام بصدى، بنقول لكو بصدى تصرفاتها تنقل للولد انه كبي هو الرجل، مش انت اللي بدك تملي النقص، مش انت اللي بدك تكون الشريك، بيك الرجل هو يعني البي هو بده يكون حامل السلطه، من نحكي بالتحليل النفسي هو لو بورتور دو فالوس، هو القضيب الرمزي، هو حامله، يعني هو القانون. مشان هيك بتحرر كانه بصدى تصرفاتها بتحررها الولد، لو كان في طلاق برمزيه وجود الاب بتحرره من هالمسؤوليه انه هو هالولد يملي للنقص اللي هي عم بتعيشه. يعني الولد وقت اذا صار في طلاق بدها تنتبه الام محل البي، ما تلعبوا دور المسؤولية تبع البي، ما تحكي سلبيا حتى بصدى تصرفاتها، مش لازم يكون في سلبية لوجود البي. وفي بالتاني ميلة كمان وجود البي لو صار في طلاق لازم يلعب دور هو القانون الحامي، وتقول كلمة قانون وتقول كلمة سلطة يعني الحماية، يعني هو بده يسن بهالخرقة اللي بده يعملها بين الام وبين هالولد، بوجوده بده يكون هو حامل السلطة ويحمي هيدا الولد من لانساس، يحمي هيدا الولد تيقدر يشعر ان هيدا الولد هو مستقل، هو منفصل، هو كاستري اما ديفيزي دو لا مير، تا يقدر ينتقل الولد لحياته، يشوف حاله، يعني ينتقل من شيء بنسميه من فيرب اتر لفيرب افوار. المحللين النفسيين اللي عم يعملوا الشقة التحليل رح يفهموا شو عم بقول هلا، يعني هي ضرورية ينتقل من verb être la verb avoir je suis le phallus de ma mère la ينتقل j'ai mon propre phallus بهالانتقال هو صار مستقل ديفيزي منشأ اما ديفيزي اما من امه وهذا الشيء ما بيصير الا بوجود دور البي ودور الام اذا عم تساليني اذا ممكن ما بده يحكي مع الام في عده اسباب ما بده يحكي مع الام ممكن الام لعبت دور كثير سلبي تجاه البي نقلته اياه على الولد ممكن فزع من الام فزع من رغبه الام الرغبه اللي عم بحكي عنها قبل شوي وممكن في كمان شانتاج يمكن من البي بالله مقال اما بالمقال اذا بدك يعني انا احميك لانه انا معي المصاري الفلوس تبعي هو المال بدك تكره امك يعني بتكون عم بتخونني اذا انت عم بتحب امك في عده اسباب ان شاء الله اكون رديت على كلكو ايبوتيز غيره وي ديان بتسال باي عمر صارت بتصير الصدمه بحال الشخص عنده سكيزوفرينيا
حسب يعني عدة محللين نفسانيين. طبعا يعني في عندنا الشق البسيكياتريك، اما الشق الكوجنيتيف اللي هو عنده تفسير للسكيزوفرينيا مختلف من التفسير التحليلي. كوني محلل نفسي لحرت على الشيء اللي انا بعرف فيه وانا الابراش تبعي اللي بتصير باول اشهر، يعني من صفر لست اشهر، اما من صفر لسنه اذا صار في تروما معين. عم نحكي عن تروما ابيو سكسويال، اما عنف، اما العنف الفيزيكي الكثير قوي، اما الاهمال والكراهيه والاضطهاد الناتج، اما الناتج من الام للرضيع، اما الحرمان من الاكل، اما هالتقطيع هالقد هالاضطهاد من الام للولد، عدة أسباب تروماتيزانتي فيها تكون فيها تؤدي لهالسكيزوفرينية. طبعا كمان قدي الأم هي بتضل بالعة الشيء الكلام اللي كنا عم نحكي عنه، قدي الأم بلعتها للولد، قدي ما عم تسمح له بأول السيانس أول السيسيون أنا وياكم أما هالسيمينار حكينا على الانتر أكسيون، هالكونفرساسيون اللي بتصير بين الأم وبين الولد، بين عم تلبي له حاجاته وعم بيحس بالرغبة بهال désir. هل بزوان والديزير من ورا كاسكو تي فو تي فو لو بيكون وقتها عم تعتبره براطه، يعني هي عم تسمح له انه هو يكون كائن متكلم. واللي قلته انه اذا هو ممكن يتكلم بس ما يشعر بالسلف تبعه، يعني مثل ما وينيكوت بيشدد ممكن هون اذا منشوف انه السكيزوفرين اما اون دي فورم دو لا سكيزوفرينيه اللي هي الاوتيسم كمان، هل ممكن يتكلم روبوتيكمون بس ما يكون عم بيشعر بالامور اللي هو عم بيطلبها كمان، ما في سيت سوبجكتيفيتي بالشيء اللي عم يطلبه بالبزوان وبالديزير. وي اوكي، عندنا سؤال من بشرى، رح ترجمه دغري للعربي. عم تسأل هي إذا أم بس أون ميم تو هي بسيكولوج، وعم بتلاقي صعوبة بقلب الكلينيك إنه تفصل مشاعرها تجاه الأولاد الباسيونية اللي عندها، بتشوف فيهم أولادها. عم تسأل هل إذا عملت هي ثيرابي بيرسونيل بيقدر يساعدها هذا الشيء؟ اول شيء اللي بدي شدد عليه انه اذا بده يكون في، انا ما عم بحكي عن بيلان، يعني اول بسيكولوج كلينيسيان بيقدر يكون هو عنده مزاوله المانع بيقدر يعمل بيلان وتنتهي هون الامور ويقول لوين بده يتجير، يعطي نصيحه لهالام لهالاهل، بده بسيكولوج، بده بسيكوثيرابوت، بده بسيكوموتريسيان، بده اورتوفونيست، بده بده بده. بقى طبعا اذا هي بدها تشتغل مع الولد عم تشتغل كعلاج نفساني مع اولاد لازم تكون شاغله كثير على حالها. ليه؟ لانه اول هيدا اول شيء اتيكمان، هيدي عالميا بدها تكون شاغله على حالها، مش بس يعني الفورماسيون دانفان، لا مش ما بدنا بس النظريات نظرية الأولاد كيف نشتغل، نحن ما بتهمنا بس الأشياء الساينتيفيك، العلاج النفساني هو ما بيرتكز على أشياء بس علمية، وهون الأمبيغويتي قدام نحطه بالساينس أما لا، لأنه هو بيرتكز على أكيد التيوري على الأشياء الساينتيفيك، بس بيرتكز على الإيتيك، على أخلاقية المانع، وبيرتكز على التكنيك أما على التيرابوتيك، وهالتيرابوتيك ولا ممكن تكون والإيتيك لأنه بالنوتراليتي إلا إذا كان في شغل على حالها. يعني اكيد بدها ترجع، هي ترجع في كثير ثيرابيست بيقولوا لي ما عم بقدر العب مع الاولاد. اول سؤال بنشوفه، طب انت وقت كنت صغير كنت تلعب؟ انت كان بحق لك تلعب؟ بشو كنت تلعب؟ كان في وقت للعب؟ كان في، يعني هون يمكن انا بدي اطلب منها لبشرى مش تشوف بس في اذا في اسقاط على هالباسيون على اولادها، سوكيه غاف سوكيه كثير، يعني خطر خطر هو بالعلاج، بس في شغله اذا هي في اسقاط على حالها هي ان طونك بيبي ان طونك انفان، يعني اوقات قبل ما تشوف اذا في اسقاط على اولادها، اذا في اسقاط عم بتشوف بهالباسيون، هي البنت الصغيره اللي عندها المخاوف، اللي عندها الانغواس، اللي عندها القلق، اللي عندها صورتها عن حالها المش حلوه، عندها ما بتعرف تلعب، ما بتعرف تنوجد، ما عم تشعر بحالها، ما عم تقدر تلعب بوجود الاخر، ما عم تقدر تشعر بهالجو، يعني اكيد الثيرابي دانفان هي عندها ذات الكونديسيون مثل
مثل الثيرابي دادولت، وحتى في اشياء ديليكات اكثر كمان، في بده يكون شغل على حاله، في سوبرفيزيون كثير بتنعمل، لانه اذا بدي اشوف الشق التحليلي مع الاولاد نحن بنشتغل بذات الطريقه، في انتربريتاسيون دو غيف بذات الطريقه، بس يمكن بالرسم بيرسم الغيف وبيقدر نعمل التحليل. الانتربريتاسيون نشتغلها تحليل النفسين اللي هي اوتي لو تايمينغ، بتصير بذات الطريقه بالوقت، بالطريقه بذات الوقت، مثل ما بنشتغل مع الادولت بنشتغل مع الولد. لا رولاسيون ترانسفيرونسييل، لو ترانسفير انتر لو باسيان اي لاناليزان اي لاناليست، هي بذات الطريقه بتصير كمان. الاتيك اخلاقيه المهنة بتصير بذات الطريقه. طبعا كل ثيرابوت اما كل بسيكاناليست عنده سون ستيل، لو ستيل كي انا بقول لاكان، بس احنا عندنا سقف واحد هو سقف اخلاقيه المانه والديونتولوجي الاتيك ما بنقدر نتخطاه. فانا بدعيها ارجما انها تكون شاغله على حالها، خاصه على شق الطفل اللي كانت فيها، لتقدر تتعامل بطريقه مضبوطه مع اولادها، وطبعا مسؤوليه كثير كبيره واخلاقيه المانه تكون عم تتعامل مضبوط مع سي باسيون كي سون دي انفان. وي رنا عم تسأل شو مسبب الـ ODD عند الأولاد؟ هل هو وراثي أو مكتسب؟ الـ ODD يلي هو الأولاد الأوبوزيسيونيل العدوانيين. اوكي يعني في عنا الكاركتيريال، اما بس خليني قبل ما يعني يا ريت بحددوا العمر تقدر نسيب الاشياء على الأد، لانه في فرق بالاعمار. يعني الولد عمره سنتين، نحن بنعرف انه دابري سبيتز هو اللي على كريس دو نو، كريس اللا اللي هي بين السنتين والسنتين والنص، اللي بيقول سبيتز بيقول انه بالشهرين لازم يقطع اليا لو سوغير بوي اليا لانغواس دو 8 موا اي بوي سولون سبيتز في عنا لا كريز دو نون، هي لابد منا انه يقطع بهالاوبوزيسيون تا يقدر يعرف حدوده لوين بيوصل، وثاني شغله تا يقدر يشعر انه هو il peut s'affirmer، بيقدر يقول انا موجود. هون هالتريجلوج عند الاهل والذكاء والنضوج عند الاهل، اول شيء ما يتاثروا كثير بالمحيط انه افت ابني طالع بلا تهذيب، لا هون الولد لازم يفهموا انه الولد لابد بالنمو النفساني يقطع بهالكريست اللقى اللي هي بتصير بين السنتين والسنتين والنص، ضرورية لتكوين الأنا تبعه يسفيغم أكثر وتيعرف حدوده أكثر. دايما لازم نحط عامل الحب، يعني قبل ما نقول له اللقى ما نكتر باللقى، التنسيون ما نكتر باللقى، خاصة بهيدي المرحلة لأنه الولد بعد ما عنده الأنا الأعلى الداخلي عنده، يعني ما يكون في الأد صلابة بالتربية، ما نزيدها بالأنا، ما نفزع على صورتنا نارسيسيسم بارنتال، صورتنا النرجسية تبع الأهل إنه نحن ما عم نعرف نربي، ما نفزع منها هيدي، لأنه الولد لابد ما يقطع بهيدي الكليزة. نعمل هالبوش أند بول، يعني نعمل هال أنا بلاقي مثلا المي شوما، يعني الولد ما نقله على كل شيء ايه لانه نفزع من الكريزه تبعه، بس بذات الوقت نتركه يعبر، يفرض شوي، يحس بديسيزيون بقراره، بس بذات الوقت في عنا سقف هو اسمه حدود، بيحمي الحدود والسلطه هي بتحمي، والقانون هي لازم تحمي، مش الاهل يفرضوا القانون لانه هن فزعوا من الولد، هن عم يفرضوا القانون لانه بحبوا الولد بيحترموا الولد. وي غيره. منى بتسأل كيف منعالج المثلية الجنسية؟ يعني حسب طبعاً المثلية الجنسية، أنا كمحللة نفسية رح رد عليكي على هالسؤال إنه ما في علاج، يعني أنا بلاقيها كلمة كبيرة خطرة نقول بدنا نعالج المثلية الجنسية. أول شيء حسب الدماغ، حسب الشخص شو بده، بعدين هي منا قصة علاج، منا قصة مرض لنحكي عن المثلية الجنسية، حتى هي منا موجودة بالشذوذ الجنسي. كمحللة نفسية رح رد عليك، ما في مش قصة علاج للمثلية الجنسية، الشخص حسب هو الدماغ تبعه اللي جاي فيه على العلاج النفسي هو بيقرر
وين بده يكون موجود، ما عم بحكي على الهوية الجنسية، وين بده يكون موجود باختياره، باختياره، لأنه إذا شخص هو عنده المثلية الجنسية هي منا قصة إنه منغير له الهوية الجنسية تبعه، هي منا قصة باجيت ماجيك، ما بحق لنا نعمل هذا الشيء. ممكن جدا يعمل ديكومبنساسيون، ممكن يفرط، ممكن جدا ما بحق لنا نتصرف بهذا الطريقة. العلاج النفسي هو نحن ما عنا الفوقية، أما ما لنا نحن باجيت ماجيك، أما ما لنا نحن الأنا الأعلى، ولا نحن مثل مراية الأناليزا، هو يقدر يعمق مظبوط ويعرف هو شو بده ويكون بعدم صراع مع حاله ويتقبل حاله. هذا هو هدف العلاج أما التحليل النفسي. وي. Basim m'a demandé est-ce que le stade du miroir est influencé par l'image de la mère aperçue par l'enfant? الستاد دو ميغوار طبعا يعني تيقدر يوصل لتجربه ستاد دو ميغوار الولد ويقدر يعمل هالجوبيلاسيون اللي بتيجي وقتها بشوف الشيما كورتوريل تبعه، يكتشف هون بده يصير في اكتشاف انه هو وامه منهم واحد، هو بخمل قبل باول اشهر انه هو وامه وتمه واحد، كل شيء التور اوتور دو سابوش كمان جعان، البليزير دي بليزير لا فان، كل هالبوسيون عم بتكون حول امه وامه عم تلبي له اياها. مش هيك هو وقتها من ورا هالستاد دو ميغوار هو بيقدر يشعر انه فوالا هيدي امي، اما الام عم بتقول له هيدا انت وهيدا انا، انت مختلف، انت براتي، انت منك جواتي، انت مش هيك في هالكلام بيني وبينك، هالبان دو باغول بينقل بيني وبينك. طبعا ستاد دو ميغوار هو من اهم ستاد لاكان ودولتو حكيوا عنه، اللي هو اللي بيحدد نحن الفاصل بين البسيكوز والنيفروز، البسيكوز والبيرفيرسيون تنرجع عنا لانيفروز. منى بتسأل كيف من أول أنا لو موا عند الباسيون؟ هي منا قصة يعني أنا اليوم مني يعني مش طبعا في حسب الأبروش، يعني في الكوتش بقويها بطريقة سوري دكتور عم أطشك، سوري دكتور عم أطشك، أو قصدا عن حالة، يعني أنا ما كتير واضح عندي إذا قصدا تقوية الأنا عن حالة عم تحكي. يعني أفضل طريقة لتقوية الأنا هو العمل، الشغل على الأنا، على نرجع نحن نرتب هالجروحات الموجودة بالأنا ونفهم الأنا، نفهم الأنجو لزنجو تبع البسيشيسم تبعنا اللي هي فيها لو موا لو سا لو سور موا، نفهم صورتنا على الانا تبعنا. طبعا بالعمل على حالنا، انا اليوم لانه عم بتوجه لدي بروفيسيونيل بسمح لحالي، مش كل حدا انا بدي اقول له روح اشتغل على حالك، طبعا لا، بس انا اليوم بسمح لحالي لانه الاودينس هي اشخاص عندها هالديزير انها تكون هي عم بتساعد باسيون انه ما تكون انها تكون ناطخ افيك سو باسيون وما تنقل له جروحات هي عايشتها بعد مش حلتها. مش هيك هالانا تيكون متصالح، ما يكون فيه قد جروحات كي لو بيرتورب كي لو تروبل، لازم يكون ديجا فيها البريز دو كونسيونس لا هال هالانا، هل نظرتنا للانا تبعنا ما تكون هي القد فيها كاو هالقد الي بيرتوربي هالنظره للانا. الانا فيها يكون في كثير فيها جروحات، بس نحن وقت بنعطي معنى لهالجروحات صرنا متصالحين مع الانا تبعنا، مش هي قصه قد ايه قاطعين بجروحات وقد ايه قاطعين بتروما وقد ايه، لا هي القصه قد ايه نحن عاملينهم غفول ما، قد ايه عاملينهم انكار، قد ايه عاملين اليه دفاعيه تما نشوف الانا الحقيقي وعم نحط ماسك، اما لا نحن تواجهنا معه، خضونا نحن عم نتواجه معه، بس تصالحنا معهم، تواجهنا معهم، اعطيناهم معنى، بطلوا بالاغسون، صار عندهم معنى، صار عندهم ديفينيسيون، صرنا فاهمينهم، بطلوا يشكلوا لنا مشاعر اما هالعدم النوتراليتي افيك نو باسيون.
Rena بتقول تسأل Winnicott a parlé de la mère suffisamment bonne. Cela joue un rôle important de la relation mère-enfant. هذا السؤال. Plus طبعا يعني اذا بدي اعمل تكمله للهولدنج والهاندلنج، اذا بدي كفي بالكلام عن وينيكوت، قال انه يعني الام اللي هي بالعه وهي هالقد فوق، يعني ما عم تسمح لهالبي انه يخرق، اما هي صارت كل شيء، هي بلعته لهالولد وبدها الولد يكون مثل ما قلت ايلي لو فالوس، يعني ما عم تسمح له يقطع من فيرب اتخ لفيرب افواغ، كانه بده يقول ماسكته لهالقد لهالولد، ما عم تسمح له. هالدوز اكستريم، يعني ام كثير كثير بلعته لهالولد، وام كثير هملته لهالولد، منا شايفته لهالرضيع، هي بذات نحن بعدنا بذات الاشكاليه، بذات البروبلماتيك. مش هيك بيقول وينيكوت هل جود اناف، هل شوف اذا ما بون، مش بس رح كفي اكثر، يعني بكل العلاقات العاطفيه حتى بالثنائي، هل كثير خنقه للشريك، اما الكثير الاهمال للشريك كمان بيؤدي لاشياء سلبيه بحياه الثنائي. هل شوف اذا ما بون بالعلاقات اصلا هي الضروريه. هل ماغ طبعا لازم تكون شوف اذا ما بون، ولا عم تبلع وعم تخنق وما عم تسمح لوجود الثالث، ولا بمطرح هي هامله ومنها شايفه وما عم تحضن وما عم تلمس وما عم تطلع بالنظر وبالصوت، بده يكون مشرش فيه ايموشن دايما، يعني عدم الزوده، كل شيء زاد بالمعنى نقص كم اونتي. كانت كملت رنا سؤالها لما سألت عن وينيكوت، بتقول إنه هل البريود دو لادوليسونس هي بتكون فاكتور ديكلانشان كي مونتر ليفي دو سات ريلاسيون سور لي زانفون؟ سوري، البيريود دو كوا؟ لادوليسونس ايه هي هي اللي شو؟ بتكون، هي بتكون الفاكتور ديكلانشان اللي بيبين الإفي دو لا ريلاسيون بين الأم والولد؟ كل السيمبتوم ببلشوا اكيد بيكون في عندنا سمات دي تري للتروبل عند هالولد، اما للستركتور تبع هالولد، بس اي متى ببينوا؟ ببلشوا يبينوا بالادوليسانس، بالادوليسانس ببلش عندنا اكثر السمات المانيفيستاسيون سيمبتوماتولوجيك تبين اكثر دوران لاج دو لادوليسانس. اوكي، اماني بتسأل كيف فينا نساعد مراهق صغير عنده حشرية جنسية ودايما بفتش يحضر مشاهد عن العلاقة الجنسية؟ مراهق صغير يعني بأول المراهقة، يعني بيرجع بقول لك أنا إنه بالمراهقة طبعا بده يصير في الحشرية، في عنا بيرجع سيت غوفيفيسونس ممكن دو لوديب، عنا هالفاز اللي كان بالفاز دو لاتانس، المرحلة الخمود اللي كانت الأون هولد اللي حاطين الليبيدو بترجع بتنتعش في عمر المراهقة، بس المبالغة بالتنبيش الأشياء البورنوغرافيك اما بالاشياء السيت بطابع سكسويال، طبعا في نقطة استفهام هون بدنا نشوفها عند المراهق، قد ايه يمكن عم بينبش على مشاعر، يمكن شعرها بسن الطفولة هي مبكرة، هي ما كان عنده النضوج النفساني، يعني صار معه يمكن شيء جنسي وعم بيرجع ينبش عليه بهالكثرة المبالغة بالحشرية، ممكن جدا مجرد حشرية، ممكن يعني عنا عدة أسباب، بس طبعا كل شيء متكرر، كل شيء مبالغ، هون بصير عندنا نقطة استفهام، بس إنه مراهق يكون عنده حشرية، أما يفوت مرة على سيت شيء سكسويال، أما يكون عنده أسئلة أوقات أشياء سكسويال يسأل رفيقه، أما ما دغري بنعمل دراما، طبعاً مش دغري بنعمل دراما، لأنه هو بسن المراهقة اللي فيها الغوميليسانس لهال البولسيون ليبيدينال ترجع بتوعى بطريقة أقوى، مش هيك بننصح إنه ينعمل التساهل اكثر، والتربيه الجنسيه هي بتبلش من سنتين ونص طبعا، يعني اذا ما بلشوا الاهل بعد بالتربيه الجنسيه، اما الكلام اما لا كوميونيكاسيون بطابع سكسويال بين البي وابنه المراهق، اما البنت وبنتها المراهقه لازم تبلش يعني تصير، بس طبعا ليدوكاسيون سكسويال تما يوصل الولد لهالقد المراهق لهالحشريه المبالغه، بتبلش ليدوكاسيون سكسويال لا بسن السنتين ونص 3 سنين بتبلش بحسب العمر وحسب البزوا تبع الولد، يعني طبعا بعمر السنتين ونص 3 سنين بنبلش بالغسبي دي كور ما مش بنفسر له كيف بيجي الولد، بس اكيد لازم نفسر له على لو غسبي دو سون كور، انه اذا فات على تواليت اما
كان هو على البو مش قدام كل الجيران، اذا هو كان الفرق بين الصبي وبين البنت لازم يعرف، لازم يعرف انه لا ديفيرونس انت لانيمال اي لاتر هومان، لاتر هومان عنده سوفيتمون، عنده سليب وكولوت، مش هيك اسمه الاورغان انتيم، اما الانيمال لا، مش هيك بنسميهم اورغان انتيم، والاورغان انتيم هن مش لازم مين ما كان يشوفهم، مش مين ما كان يدقرهم، بس طبعا مش بطريقه انغواسانت، مش بطريقه فيها قلق نوصل الرساله، يعني الاهل بدهم ينتبهوا كيف يوصلوا الرساله، لابد من توصيله الرساله ليديوكاسيون التربيه الجنسيه، بس مثل ما قلت بكلمات صغيره بجمل بسيطه حسب عمر الولد، وكل عمر عنده ستيب لازم نقطعها، رسالة لازم نقطعها. شي مرة هبة بركة بنفسانيون نعمل إدوكاسيون سكسيال لحالة تكون بكل مرحلة من عمر السنتين للأدوليسانس. أكيد أكيد. عندنا سؤال من جوي بتقول إذا مرة حبلة كانت ومفكرة البيبي اللي ببطنها تريزوميك وعيشت على هيدا الأساس ورفضته شوي بالجروسيس بس البيبي طلع نورمال، هل هيدا الشيء بيأثر على الولد؟ ضروري اول ما يخلق الولد اول شيء تحكي معه تتكلم معه، يعني بمطرح لازم، مش تقول لا كثير صغير شو فهمه بليز، هيدي يرجانس، وضروري يعني بدها تشوف هي محالها بشغلها على حالها، لكن كانه بدها اياه يكون تريزوميك، يمكن الشخص عنده بالفيلياسيون بالانامناز بانتيسيدون فاميليو كان في تريزوميك كثير بالعائله، بس هيدا الشغله قطعت كثير بهالبور ممزوج الديزير بهالخوف ممزوج الرغبه، وهيدي لازم تشتغل قد ايه هي كانه ما بتقدر تجيب غير ولد تريزوميك، ما بتقدر ليه، يعني بدها تنبش على ليه باللاوعي كانه هالولد عندها هالرغبه باللاوعي انه يكون حامل لتريزومي بمطرح، وضروري انها تتكلم معه، وهون برجع بقول يعني بقولها للشخص اللي سال قد ايه يعني اذا ما اشتغلت على حالها وقد ايه انها ما اخذت بريز دو كونسيونس ليه قد ايه بنظرتها عم تشوفه بعده تريزوميك، كل ما عم بتعيط له عم تشوفه تريزوميك، بصوتها عم تشوفه تريزوميك، اذا يمكن تصرف حيالها تصرف تريزوميك ايه لا لا ايه، قد ايه يعني حطته بكليشيه بفريم بكادر انه هو التريزوميك، سي كراف سا، لازم هي تحل هالشغله مع حالها لانه عم ينقل له بهالعلاقه بينها وبين هالولد هالمرض، يعني هالولد اللي عنده تريزومي انديكا شيء معين، يعني بدها في شيء بنظرتها عم تنقله اياه لو هو منه بالتريزومي. اوكي، عنا مروه بتسال شو التحليل لبنت عمرها 11 سنه كثير بتخاف على اهلها اذا شوي غابوا عن الوقت المحدد، وخاصه الام كثير بتخاف عليها لدرجه طلع لها عملت صدفيه هيدا المرض جلدي من هيدا الخوف، كيف فينا نساعده؟ هلا اول شيء المرض الجنسي برجع بقول نظريا انا عم بحكي لانه كل حدا عنده الهيستوريك تبعه للمرض الجسدي النفسي، بس اكثريه الاوقات لكل شيء كوتاني نحن بنعرف انه لو بو يعني هيدي البشره البو هي اللي بتعزل بين الداخل واضطراب الداخل وخطر الخارج، هل كانه عم تكتب يعني بهالبوتون اما بهالبسورياسيس اما الاكزيما اما ليها المانيفستاسيون على الجلد هالحب اللي عم تطلع على الجلد اللي هي ما عندها تفسير عضوي، كانه عم تكتب رساله لامها ولبيها انه سنبابا مش ماشي الحال، تعوا اغمروني اكثر تاشعر بجلدتي وبشيما كوربوريل تبعي بوجودي بحدودي بالاكزيستانس بالانا تبعي، اذا ردا على سؤال الانا تعوا اغمروني لاقدر اشعر مش بس بالحب اني اشعر بوجودي، او قطعوا اضربوني حتى تشعر بوجودي اكثر، يعني عنده الولد حسب كيف هو شعر بوجوده قد الام قطعت له، برجع هون قد قطعت له بالبارول تبعها، في كان بمطرح في اغريسيفيتي في عدوانيه في رفض لهذا الولد، قد شعر بوجوده من
مرة العيطة، أما من وقت ضربة، ورح يرجع ينبش عليها تيقدر يشعر بوجوده، حتى باختيار الشريك يمكن تيقدر يشوفه الشريك لازم يضله عامل مشكل معه، أما يضله يمكن يكون في أجريسيفيتي، أما ساديسم، أما مازوشيسم مع الشريك. ردا لهون، هالبنت ممكن جدا بمطرح عندها نقص بوجودها مع الام، عملت هلا عملت ديكلانشمان لهالانغواس انه بدها دائما اهلها يكونوا موجودين. 11 سنه كان لازم تقطعها، ما بقى موجوده بعمر الاربع سنين اما خمس سنين، لازم كانت تقطعها، يعني الاتاشمان والديتاشمان بنشوف ما انعمل بطريقه مضبوطه تهالقد اتاشي لهالام. ليه ما انعمل؟ ممكن الام كثير كانت لازقه بالبنت، اما ممكن جدا مش شايفتها لبنتها، يعني بدها هون الاهل بدهم يرجعوا يشوفوا هالعلاقه الشفي زي ما بان الاولى بنيكات قد كانت مش موجوده، يعطوا اكثر لهالولد وجود لهالام، لازم تعطي اكثر وقت لبنتها، اكثر حوار، اكثر تعوض لها النقص، هالولد مش هيك عم يعمل مجرد كابريس، اذا هالقد عم تعمل عوارض مانيفستاسيون للقلق، يعني 11 سنه هالقد عم تبكي، طبعا في انكسيتي كثير رهيبه كثير عميقه وكثير بعيده، بدنا ننبش من وين جايه. الفرضيه الاول هيك اول ما الفرضيه هي مشكله باللاتاشمان والديتاشمان، يمكن جدا الام منا موجوده جدا، وهلا البنت يمكن بهالمانيفستاسيون هالقلق الزايد عن اللزوم عم تطلب منا انها تكون موجوده. عندنا سؤال من جوي، معقول هيدي الفترة تأثر على الجروستاس؟ يعني الكورونا وخوف الأهل يأثر على الجروستاس، شو تأثير الكورونا هلأ نفسيا على البيبي؟ حسب تركيبة شخصية الأم، حسب تركيبة شخصية، إذا بدي أشوف مش بس الأم يعني كمان لو كوبل بحد ذاته فينا نعتبره مثل لو جروب، كمان مثل الفريق مثل البلد، هو عنده الكوب بيكون عنده أنا لو موا وعنده سا وعنده سو موا، يعني حسب تركيبة شخصية الأم وحسب تركيبة الشخصية ككوبل هو، إذا بدي أشوفه أنتيتي وحدة كيف هو، كمان شو عنده الموا تبعه قد هو خسع أما قد الموا تبعه هو سوليد، إذا أم عندها عصوص ونقطة بالستركتور تبعها ممكن جدا تعمل ديكومبونساسيون، يعني تفرط بسبب الضغوطات الخارجيه والقلق اللي عم بحيط الكره الارضيه، مش بس عم بحيط الفرد، عم بحيط الكره الارضيه، ممكن جدا ما عندها الاليه الدفاعيه اللي عندها اياها حسب تركيبه شخصيتها ما تلبيها لتقدر وتنقل لها الرضيع لها الفيتوس تنقل له لانكسيتي، لانه بنعرف مضبوط انه لانكسيتي هي كثير بتنقل خلال الحبل، من اكثر اشياء هي لانكسيتي بتنقل من الام للرضيع ببطن الام، يعني لازم تحكي على هالانكسيتي تحطها بكلمات تحطها برمزيه الكلمات تعطيها معنى لهالقلق، القلق مش بس جاي يمكن من الكورونا جاي من عده اشياء، بس هلا يمكن هيك عمل بروفوكاسيون يمكن اكثر كاتاليزور كان الكورونا، يمكن لازم تحكي عن القلق تبعتها تما ينقل بهالطريقه الكرو القد الفظه، ما بعرف اذا كرو هي هيك بالعربي، ينقل من الولد من شو هي؟ القاسية، طريقة القاسية هالقد كرويال، يعني من الام للرضيع، مش الرضيع الفيتوس الجنين ببطن الام. كمان سارة بتسأل، هل الشخصية الانطوائية للمرأة بتأثر على الجنين بفترة الحمل أو بصعوبة الولادة وخروج الطفل من الأم؟ ممكن جدا، يعني كمان يعني انطوائيه، كلمه انطوائيه قد يعني في سمات الانفصام الشخصيه سكيزوفرينيا، اما قد فزع من الاخر، اما الشعور بالاضطهاد، يعني كلمه انزوائيه هي كريتير لعده سمبتوم لعده ستركتور لعده تركيبات شخصيه، بتجي كلمه انزوائيه فوبي سوسيال، اما لا نحن فزع من اضطهاد الاخر البارانويا، اما يعني اكيد ام تكون عندها الزهان بالبسيكوز تربي ولد، عنا كثير يعني كل هالاشياء اللي حكينا عنها بالاول قد هي كمان ما رح تقدر تشوفه لهذا الولد وقد رح تبلعه لهالولد وقد في عنا ريسك كثير كبير، ما رح اقول 100% رح ارجع اقول ليش ما رح اقول 100%، عنا ريسك كثير كبير انه هالام اللي هي سكيزوفرين اما هالام اللي عندها هالعوارض بالانزوائيه هالقد انها تنتج ينتج تركيبه شخصيه عند هالولد عنده هالانزوائيه.
النفسيه. ليش عم بقول؟ لانه يعني مثل ما قلت انه هالضروره الام انها عم تسمح للتالت انه هذا، ومش رح تسمح حتى لجوزها انه يخرق بهالعلاقه بينها وبين هالولد، ولح تبلعه ولح يصير فيه كل هالاشياء اللي حكينا عنها باول السيشن. ريما بتسأل هل البيسكسواليتي العلاج؟ يعني كلمة علاج أنا يعني ما بحبه وما بقدر رد عليه كلمة بيسكسواليتي، بس برجع بشدد أنا منا نحن بمرض تنحكي عن علاج. نحن بالبيسكسواليتي هي هوية جنسية، اختيار الشخص ناتجة جسمه كيف بيتفاعل مع الآخر، تنقدر نحدد إذا الشخص بالهوموسكسواليتي هو سون كور كما يلغياجي فاس الاخر للسكس اوبوزي اما مام سكس. هي منا قصه بالراس، منا قصه الا اذا الشخص بده يحولها لاسيغ موا معين، للانا الاعلى معين. بركي الشخص اوقات يمكن منه بالبيسكسواليتي من وراء العلاج النفسي يكتشف الهويه الجنسيه المضبوطه تبعه، يمكن يطلع هو بالهوموسكسواليتي بس حط غطاء لبيسكسواليتي حسب اذا المجتمع بيخفف نظره لبيسكسواليتي عن الهوموسيكسواليتي. ممكن جدا هو يخمل حاله بالهوموسيكسواليتي بس من وراء التحليل النفساني يشوف انه هو هيدي هالديزير اللي عنده اياه للدمام سكس هو منه سون بروبر ديزير، هو الديزير للام اما الديزير للبي بدهم يعملوا منه. يعني عندنا من وراء العلاج النفساني بصير الشخص هو مرتاح وعنده وعي وبيعرف مضبوط هويته الجنسيه، بس منا هي قصه انه منغير من نعمل ميتامورفوز للايدنتيتي سكسويال، لا هيدا كلام خطر انه نحكي بهيدي الطريقه. هيدي قله احترام كمان للباسيون اذا الثيرابيوت بيفكر بهيدي الطريقه. عندنا سؤال من نادرة، إذا شخص عنده عقدة أوديب بعده على الآن بعقدة أوديب وعم بتسبب له مشكلة بحياته الزوجية، كيف منساعده؟ هلا طبعا وقتها بنشتغل بالثنائي ثيرابي دو كوبل هي كثير يعني من احدى البيليه الاعمده اللي بنشتغل عليها بالتكنيك، لان احنا قلنا بالعلاج النفساني عندنا سكي سيانتيفيك تيوريك، يعني عنا اكيد لانسينيومون اللي بيجي من وراء لانسينيومون اللي بنتلقاه، وعندنا ليتيك وعندنا الثيرابوتيك التكنيك والثيرابوتيك. من احدى الاشياء اللي بنستند عليها بالشغل للثنائي هي كيف كان بمرحلة كيف تخطى أما ما تخطى أما كيف قطع الفيكو تبعه بالفاز أوديبيان، كيف الدومام سكس والسكس أوبوزي كيف علاقته معه وكيف نظرة الكوبل، كيف كان الموديل دو كوبل الأول الأم والبي كيف كاسكيزون ترانسمي او نيفو دو كوبل. حتى بنشوف أوقات بالترافا دو كوبل إذا بدنا نشوفها الفيلياسيون فاميليال، يعني في عيال كلها بيكون عندهم لو ديفورس هو كأنه لازم يصير، أما بتكون كأنه بالنون دي باللا مقال بالنقل من جيل لجيل إنه الثنائي لازم يكون سنجل مازر، يعني لازم الرجال يا يكون مسافر يا ميت يا مطلقينه. يعني اوقات بينقل باللامقال بالبروجيكسيون بالايدنتيفيكاسيون بروجيكتيف كآليه دفاعيه بالتربيه من جيل لجيل بينقل انه مثلا يمكن قد ايه بنسمع انه ليه الزواج لشو، اما يعني قد ايه هون عدا المرحله الديب في هالانفيرونمون هالاشياء السوسيو بسيكولوجيك هالاركيتيب اللي عم تنتقل من جيل لجيل قد ايه اثرت على الانفيرونمون individuel يعني l'inconscient collectif ده اثر على l'inconscient individuel. اوكي اذا اوكي كيف بنساعد شخص دائما عنده عقدة ذنب بسبب احساسه الدايم بالنقص وعدم الكمال؟ في اشخاص هبه بيحبوا يعني من وراء التحليل النفسي بيشوفوا انه دايما على صعيد الوعي بيقولوا انا بدي اتخلص من هالاحساس الذنب، بس اني كانه باللاوعي ملقطين باحساس الذنب. احساس الذنب اوقات بخلينا بنستعمله كاليه دفاعيه لنقدر نقبل يعني نقدر نقبل احساس بالذنب احسن ما نقبل غير اشياء اجتماعيا مش مقبوله. اوقات رح اعطي اكزامبل وان شاء الله اقدر اكون رديت على الشخص اللي سائل السؤال. اوقات ام بتكون كثير اجريسيف مع اولادها، بتخبط كثير اولادها،
ما بتعمل شيء الا بس بتكون بذنب. يا الله شو زعلانه ان انا اليوم ضربت ابني، يا الله شو زعلانه ان انا ضربت ابني. بتراضي الانغواس تبعها كانه عملت الشغل تبعها، تنتقل تاني نهار ترجع تضربه. يعني كانه اوقات بنتلقط بالاحساس بالذنب، بنخليه كاكرام اجتماعيا بنقدر نحكي عنه. بطلعنا اوقات انه افت والله نحن بينا، يعني شو منيحه الام احس بذنب، بنصير نراضيها ولا يهميك ما عليه، ما بنصير نراضيها اوقات كانه بتخفف القلق تبعها، ما بتنبش انها تحل هالاجريسيفيتي هالعدوانيه اللي عم بتسقطها على ابنها، لانه هي كانه حاططها بالاحساس بالذنب وبيك فيها احساس بالذنب. هيدي كثير بنشوفها بالتربيه، وهيدي النقطه الاهل يعني بدعي الاهل انه يشوفوها كمان قد بيستعملوها اوقات. زكية بتسأل، ولد عمره 13 سنة عنده ADHD و ODD، بيعاني انه بيو منه موجود غايب. الأم عم تعمل أكتر ما فيها، بس البي منه مهتم بشي. كيف هيدا الشي بيأثر على الولد؟ يعني اذا بدي اشوف هالايبر اكتيفيتي بعمر 13 سنه لازم تكون خفت ديجا. تفسير الايبر اكتيفيتي رح اعطيك تفسير الشخص للايبر اكتيفيتي. هي هذا الولد اول شيء عم بينبش على محل له، هو مثل الرسار عم بيقول شوفوني شوفوني باني اعذبكم، شوفوني اني انا وحامل الكبايه تنكب، شوفوني اني عم بسقط، شوفوني. ما عنده محل، ما عنده، بدنا نشوف مع الاناناس تبعه قد هو كان نو ديزيري اصلا بالجناس تبعه، يعني قد ايه الاهل كانوا راغبينه اما لا، قد ايه وقتها خلق فيزيك ما ماتريال ما بيكون ما عنده محل، ما عنده تخت. اوقات من شاهد اكثريه الاوقات ما عنده تخت، ما عنده بيرو، ما عنده كرسي على طاوله الاكل. اوقات بيكون ما عنده محل بنظره الام، بحوار الام، بوجود الام، وما عنده حدود كمان. يعني هون ضروري البي ينوجد هو ك يعني ك انفان، يكون بهالتريانجولاسيون ام بي ولد. البي لازم يلعب دوره اكثر كقانون حامي، يقدر يشعر بوجوده. اكثريه الاوقات ليزانفان اكتيف، ما عم بحكي ادوليسان، الادوليسان لازم يكون تخطاها، فاذا لازم ننتبه اذا يعني لازم يكون تخطاها. هذا انا نظرتي للامور. هلا بيقولوا لا اوقات انه لا الادوليسان بيقدر يكون، نظرتي للامور لازم يكون انحلت القصه تبع الايبر اكتيفيتي، لانه هي تعبير عن قلق، عن ارضيه قلق كثير كبيره، عن ارضيه هالولد منه شاعر بوجوده، منه شاعر بالحدود الجسدي تبعه، ومنه حابب كثير حاله. أكترية الأوقات الأولاد اللي عندها إيبر أكتيفيتي ما بترسم حالها برواز لفامي، يعني وقتها بنطلب إذا بدي أشوف 90% من الأولاد اللي مقطعت لها شخصياً لو تيست دو ديسان دو فامي اللي هي عندها ديجنوستيكي إيبر أكتيف، ما بترسم حالها هالأولاد، ما عندها وجود لحالها، ما عندها وجود بالعائلة، ما عندها دور بالعائلة، ومانا منشاف من قبل العائلة. اوكي، مارتينا بتسأل، إذا شخص عنده زيت الكاركترستيك للبيريفير نارسيسيك بس بزيت الوقت بحس بالكولبابيليتي وبيعتذر، ممكن يكونوا هول الكاركترستيك بس كأتيتود، بس مش ان فري بيريفير نارسيسيك. ممكن لأنه وكوا فير افيك ان كا كوم سا، لأي عمر بيرجع هالبروبليم؟ tout ce qui est narcissique à la Freud بيقول انه les psychoses sont des manifestes ce sont des troubles narcissiques les psychoses. يعني اذا بنحكي ماني ميلانكولي هو بيسميهم بالنارسيسيك tout ce qui est prégénital. بس مش دغري نطلق على شخص بيرفير نارسيسيك، لانه هلا الموضه البيرفير نارسيسيك. يعني طبعا بدنا نشوف هون اذا عنده هالسنتيمون دو كولبابيليتي، اذا بيقدر يحب، لانه اذا حدا إلي نارسيسيك هو عنده صعوبه انه يقدر يحب. الحب تبعه هو جمعه جمعتين، ما بيقدر يحب كثير، وما عنده شعور بالذنب. يعني ممكن يكون عنده شعور شوي بالذنب، يعني حسب هو وين. بتعرفي مارتينا، بتعرف اذا مارتينا تلميذتي كانت عم تحكي عنها، بتعرف مظبوط انه
انما بنقدر نحط كاتيجوري هيك، نعمل كاتيجوريزاسيون للشخص ونحطه هيك بكاتيجوري. الشخص هو عنده، في يكون عنده نوايو دو بسيكوز بس كفا واميناجمون نيفروتيك، يعني ما بنقدر نحطه بكاتيجوري معينه. الشخص هو في يكون عنده من جميعه، يعني ما نحطه بكليشيه، ما نحطه بفريم ونحن هذا. يمكن عنده سمات، عنده تروبل نارسيسيك بس هو شخص عنده سنتيمون دو كوبابيتي اكثر من غيره. بس سي سي ان فري بيرفير، يعني بركي انا اكثر رح شوف، رح رد على مارتينا بالبرفيرسيون، الاشخاص اللي هي موجوده بستركتور البرفيرسيون بدنا نشوف اذا هي مياله اكثر للبسيكوز، يعني عندها اقل شعور بالذنب، اما هي مياله للنيفروز، عندها الانسايت حسب الديسكور تبعها نقدر نشوف اذا هي وين موجوده بالبرفيرسيون. اوكي، عزة عم تسأل كيف بنخفف تعلق الأم المطلقة ببنتها، مع إنه الأم كبرت بالعمر بس عم بيزيد التعلق بالبنت. يعني هون بدنا نشوف الام قد ايه، يعني الطلاق صار كانه هي ما قدرت تطلع من الطلاق. اول شيء الام بدها اول شيء تشتغل على الطلاق، هي الفاتير لا بيرت، اول شيء بدها تسمح لا بيرت دو كونجوان، وتقدر لانه في شيء راح، هو لو كوبل، اول شيء الحياه الزوجيه راحت، اول شيء بدها تتقبلها، وقتها تتقبلها بدها تتقبل انه هي البنت مش ضلها وسطها بالطلاق، يعني مش علاقتها مع بنتها هي موصوله بالطلاق، لان طلقت انا ما عم بقدر اشوف بنتي كثير. يعني اول شيء بدها تفهم، تعطي معنى للطلاق ولخساره الثنائي، وترجع تقدر تشوف بنتها بطريقه شويه مش شويه كثير مختلفه من الطلاق، بنتها كغولاسيون ماغ في. اوكي، رنا عم تسأل الادمان، الدراج ادكشن، اساس الفراغ العاطفي ناتج عن علاقة ناقصة مع الاهل بايام الولادة او في اسباب تانية؟ في كثير اسباب للادمان، في كثير اسباب. بدنا نشوف لا ديبوندونس على شو عنده تبعيه، اول شيء بمرحله لا ديبوندونس لاتاشمون لو ديتاشمون، بدنا نشوف قد ايه البي كان في رم كانه موجود بس مش موجود كان ابدا، ولا كقانون ولا شيء، عاملين له هيله مثل الصابون كانه، يعني البي انا بعطيه صفه كانه موجود بس هو كان انريتشبل، ما قدر يوصل للبي قد ايه. يعني في عندنا عده أسباب اسباب لها التوكسيكوماني اللي هي موجوده بالبرفيرسيون، بترانش البرفيرسيون لتوكسيكوماني، قد ايه عنده بالاتاشمون، قد ايه هو عم ينبش انه يلقط الام بس الام عم تفلته، الام ما بدها اياه تلقط بالسبستانس لانه بيقدر يعمل كنترول على السبستانس. اوكي، جومانا بتسأل، حترجم للعربي، كيف اهل بيتصرفوا مع ابنهم يلي عمره 3 سنين ونص وهو بيضرب امه وأخته يلي عمرها 10 سنين بطريقة كتير أجريسيف؟ أول شغلة، أول شغلة هي ما مش قادرة أنطر وتخلصت. يلا يلا، هيدا هو السؤال. هذا هو السؤال. ايه. اول شغله بده يكون موجود البي، وبده يكون القانون البي بثلاث سنين، ثلاث سنين يعني هو عز دين البي يكون موجود ويقول ما بسمح لك تتصرف هيك مع مرتي، مش مع امك. اول شيء بده يقول له ما فيك تتصرف هيك مع مرتي، بده يشوف الولد انه في قانون اسمه بي، رمزيه البي بالقانون هو حامل السلطه اللي بيحميه، وهو في ثنائي ما بيقدر يخرقهم. ممكن جدا عم يضرب الام لانه عنده رغبه تجاه الام، يعني اوقات نزوات الرغبه تنمزج مع مع نزوات العدوانيه، يعني محل ما هو لانه فزعان من رغباته تجاه امه لانه هو بالفاس كان بعمر 3 سنين، حول هالنزوات الرغبة الجنسية لنزوات العدوانية، عم يضرب هالديزير محل ما يكون ينتقل للأساس للديزير، عم يضربها للأم تتزيح ما يشعر بقى بالديزير تجاه أمه. وهون البي ضروري يكون الحامي بوجوده بالثنائي المتماسك مع بعضه، الأم والبي المتماسكين مع بعضه، والبي شو يقطع قانون بتصرفاته بالكلمات تبعه
الرمزيه تبع وجود الاب كسلطه حاميه هو بتمنع هالولد من هالعدوانيه. فرانسواز سولتو بتقول العدوانيه بالعائله خط احمر لازم تكون، يعني ما فيهم اهل يشوفوا عدوانيه وكانه ما صار شيء بليز. ومشان هيك بنشوف قد العدوانيه بتنقل بالكوميونتي وببلدنا وبوطننا وبتنقل من جيل لجيل كمان. خط احمر للعدوانيه، مش لازم يسمحوا انه يقولوا بكره بنحكي عن العدوانيه، بلحظتها لازم يوقفوا العدوانيه بين الاخوه، اما بين ام لابنه، اما من ابن لامه. هيدي الاشياء لازم ما نسمح فيها بعيالنا. Aline بتسأل si un père souffre de l'anxiété, que faut-il faire pour ne pas nuire aux enfants? يعني اكيد البي هو رمزيه الاب، يعني الريبريزونطاسيون دان بير، لا فونكسيون دو بير، دور الاب هي الحمايه والقوه، والبي اقوى من بيك. قد ايه بنقولها هيدي بالهيدا، يعني اذا هو عنده هالقلق وهالقلق عم بياثر على ادائه على دوره الابوي الحامي، طبعا هي مشكله بدها تكون. طبعا في عنا دائما اجون دو ريزيليانس، يعني في عنا ناس بتقدر تلعب دور الحماية محل هالبي. يعني فينا نفسر، يعني يمكن البي يجي يقله لابنه يعتذر منه إذا هو بمطار كان عنده القلق الناتج من شيء بطفولته، بس هو رح يحاول قد ما في يحمي ابنه. أوقات أفضل نحط بكلمات توتون ايتان هالديفيرونساسيون دو جينيراسيون، يعني فرق الأجيال لازم يضل. مش البي هو عم يبكي يقوله ويحس حاله أضعف من الولد، لا، رح يضل عنده هالفرق الأجيال، بس يمكن يقول له انه انا يمكن ناتج هالقلق من ورا شيء صار معي بطفولتي، من ورا يمكن فقدت شغلي، من ورا يحطهم بكلمات بسيطه بدون ما يحمل الولد مسؤوليه انه الولد يحل له مشكلته. اما يقوي البي ما عنده هيدي المسؤوليه، وبيقدر البي يقول له مش مسؤوليتك انت هيدي، بس انا رح احاول قد ما في اني احميك والعب الدور. في اجون دو ريزيليانس اوقات الجد الخال الام، يعني اهم شيء الجو العام بالبيت ما يكون مشرش لقد انكسيتي. اوقات بتفوتي على بيت الهواء بقلب البيت في عنا انكسيتي، وبدون ما يكون حدا عم بيقول انه في انكسيتي، يعني في حدا دائما لازم يلعب دور ينفس شويه، يفوت اكسجين عدم انكسيتي ويطلع هالسي او يمكن اللي هو فيه انكسيتي اللي بيخنق اللي بيفزع القد بقلب البيت. الام فيها تعمل يكون عندها هالطابع اللي بترسل نزوات الحياه، بتخفف، ما بتعمل دراما كثير، ما بتحط كثير، تكون صلبه بالتربيه، كثير هالاشياء بتخفف القلق عند الولد. اوكي مارتينا بتسال كمان كيف طرق المساعده لاولاد عم عانوا كثير تروما بصغرهم ونحطوا ب ان جي اوز، دونك ديجا كذا ايتاب سان تبعوا الانفانس ما قطعوا فيهم، كيف بنساعدهم؟ اكيد في عنا، اكيد برجع بقول لكم ما عنا شيء 100% بعلم النفس، بس وعنا الاجون دو ريزيليانس، يعني خلال هالتجربه الصعبه اللي قطعوا فيها اللي عم تخبرنا عنها مارتينا، قد ايه في ناس لعبت دور ايجابي، لعبت دور يمكن الامومه، لعبت دور الاب، لعبت شيء ريزيليانس المرونه، يعني قوت المرونه وخففت نتائج الصدمه. بس طبعا كل ما كان صغير وكل ما انحرم من العلاقه السليمه مع امه ومع بيه، كل ما اكثر في عنا اكثر اكثر واكثر مستقبل نفساني في باثولوجي معينه. كيف فينا نساعدهم؟ بدنا يعني التروما دائما بده يرجع ينعطى معنا، بده، لانه التروما اذا ما انشغل عليه بضله عايش جواتنا وبينقل من جيل لجيل، لازم يرجع ينعطى معنا، لازم يرجع يشعر بالانفعالات والمشاعر والجروحات اللي هي كانت عم موجوده مع هالتروما، مع هالايفينمون، مع هالحدث، يرجع يحكي عنه، يحط بكلمات بهالكلمات اللي هي مشرجه هالانفعالات، يرجع يفوت بهالحدث التروماتيزان. ويعني اكيد بيستدعي انه علاج نفساني هالاشخاص اذا بدنا نحاول انه نساعدهم قدر المستطاع. بس طبعا في عنا بروبابيليتي اكثر اذا كان صغير انه يكون في ردود نتائج على المدى الطويل اكثر من غيره، من ولد هو ربي بعيله بين ام بحيطان موجوده فيها الام والبي.
يسرى عم تسأل شو سبب برأيك دكتور، شو سبب الغيرة عند ولد عمره 9 سنين من أهله لما بيقربوا على بعضهم؟ بعد ما خلص عقدة أوديب وبركي بدنا نشوف هون، مش هو بدنا نشوف الأم والبي قد ما سمحوا له إنه يقطع عقدة أوديب، قد بعد في برغبة عند الأم إنها تضل هي هالولد بدها إياه لإلها، قد عم تلعبوا دور الشريك، قد ما عم تحرره إنه يفتح، لأنه بنظام لازم يفتح على لومود إكستيريور، لازم يكون باله بأصحابه، باله بالسبار، باله بالبيانو بالجيتار، بي 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 بأصحابه بمشاريع أصحابه، بعده علقان هون ما بده يشوف الثنائي عم بخضه هالقد سكوك، يعني بعده هو علقان بهالديزير انسستيو والديزير باريسيد، يعني بعد ما ساعدوه مظبوط إنه يتخطى، وقد ايه بدنا نشوف الثنائي عم بيكون خسر، قد ايه في تناقض بالتربية، هالولد كأنه عم بيشعر إنه بعده موجود بالثنائي، انه هو يمكن بي يعني بي ما في قوة ثنائي عم بتقول ما إلك انت تفوت بيناتنا، ما إلك انك انت تحدد اذا نحن بنكون مع بعضنا يا عم، لا الثنائي ما عم بيكون قوي مع بعضه، بدنا نشوف النضوج تبع الام والبي، وزائد قد الام عم تنقل له لهالولد بي مش بس بنقول لو دي لو دير، يعني بتحت شو في سينيفيكاسيون، شو في بمطرح شو مشرج هالكلمات اللي عم تقولها، يمكن تقول له انت ما خصك للولد انك تتعاطى اذا بتخانق بين امي وبيني وبين جوزي، بس هي بهالمخصك يكون في سينيفيكاسيون، هي عندها عم تقول له خصك، كانه هون البارادوكس اللي بيكون موجود، يعني بدنا نشوف، وبدنا نشوف البي كمان قد ايه عم بيستعمل اوقات الولد، انه عم في كثير اهل بيستعملوا الولد يكونوا شاهد كانه، اما يصالحهم مع بعضهم، اما قله النضوج اوقات عند الاب اما عند الام بده يفرجي انه شريكته انه حق عليها، انا بحبكم اكثر من امكم، اما انا بحبكم اكثر من بيكم، مش هيك بدهم يشاركوا دائما الولد بمخانقاتهم، هيدي قله نضوج عند الام وعند البي، يعني مش مشكله الولد قد هي مشكله هي في ديناميك غلط عم تكون ناتجه من الام ومن البي. غنوة بتسأل إنه بحال تربية التوائم التوم هون بالضرورة رح يصير في تقصير من الأم بالاهتمام لأنهم اثنين، شو له تأثير؟ التوأم يعني هو في بروبلماتيك إشكالية معينة لازم يكون في هيك انتباه كيف بدها تصير التربية، أول شيء مش لازم تشوفهم واحد، مثل ما قلنا نحن هالنظر مثل ما بلشت أنا، كيف عم تتطلع بالآخر، كيف عم بتقول له تستعمل برونو تو، أنت شو بدك ببرون مش أنتو، أول شيء بدها تفصل بين الفو وتو، يعني هن مش اثنين بيعملوا واحد، واحد واحد، كل واحد عنده أنا مستقل، كل واحد عنده الحاجة والرغبة مستقل عن الآخر، هذا بيشبع قبل الثاني، هذا بينام قبل الثاني، هذا بيلبس بطريقة مختلفة من الثاني، بدها تشوفهم مختلفين، مش هيك كمان إذا هيك تبس صغير، شو لازم نسميهم قريبين البرينو اللي هو الماتر سينيفيان الأولي، البرينو مش لازم يكون قريبين لبعضهم، مثلا ألين وكالين، لا مش لازم نسميهم هيك، لازم يكون عندهم انتيتي الموا تبعهم مستقلين بنظرنا بمعاطاتنا بعلاقة الأم، أول شيء ببلش بعلاقة الأم الأولي، كيف عم بتشوفهم؟ بدها تشوفهم مستقلين عن بعضهم، أكثرية الأوقات بالإشكالية تبع التوأم بيكون في حدا بالظل وحدا الأكثر اللي هو اللي بيقرر، هو البورت باغول، هو اللي شخصيته إذا بدي أشوف يونجيان، إذا بدي أشوفه أكثر الإكسترافيرتي هيداك اكثر الانتروفيرتي، اكثر حدا بيحكي عن الثاني، اكثر حدا يعني بيمسح الثاني، هون كله بيرجع لعلاقه الام مع شو عم بتسقط بالدزير تبعها، بالكلام تبعها، بكل واحد شو عم بتشوف فيه، عم بتشوف حالة فيه، عم بتشوف الأخت فيه، عم بتشوف الحالة الممسوحة فيه، عم بتشوف يعني بدنا نشوف كيف الأم بالغجاخ تبعها كيف عم تتحاور مع كل حدا بطريقة مستقلة. أنا بأكد على كلامك دكتور. ويهبة انت عندك توأم مظبوط. أوكي، قدي صار اعمارهم؟ صاروا دوز بس بعدني صراحة بشوفهم، مش بشوفهم واحد بس
يعني في شوية معاناة هونيك، خاصة لأنه الفري جمال غير اللي منهم فري، يعني إذا بيشبهوا بعض بعد أبشع القصة، يعني بتخوف. اهم شيء يعني اول ستيب هو انه نشعر بالمعاناه، لانه وقت بتشعري بالمعاناه يعني انت ما عم تعملي انكار، يعني عم تشوفي انه في شيء لازم تنتبهي له، صح. لانك شفت انه في شيء بدك تنتبهي له، يعني بلشت تنتبهي الديفيرونس بيناتهم. هل هاي بتذكرها لأنه علمتينا إياها بالجامعة؟ اوكي أوكي سلمي لي حكمل عليهم. كمل. شو اساميهم؟ جولي وجوال، ما بعرف مزبوطين ولا كيف. المهم انت تشوفيهم مختلفين، يعني هي ما لنا قصه، بس انا اعطيتك تبس صغير، بس مهم تشوفي جولي هي مختلفه من جوال هن طبعا. من برا، هن من برا نفس الشيء، بس انا بالنسبة لي هن ما خصهم ببعضهم، كل هذا حدا المهم، ديفرون. هذا المهم، هن بيحددوا كل واحد وين. اوكي، عندنا سؤال هون من كوثر بيقول انه المازوشيزم والساديزم في لهم علاج؟ يعني اذا اجى كوبل مازوشيست اختار صديق، ما بيجوا لعنا، حتى ما بيجوا عند المعالج النفساني، هن ما عندهم صراع، ما في كونفلي بالكوبل. اذا دو بيرفير نقوا بعضهم، مش ان بيرفير نقى حدا تاني عم بيراضيه، ما انه بيرفير التاني ممكن، بس عم بيراضيه عم يعمل مثل الاول، هون بيصير في الكونفلي، ممكن جدا نشوفهم دون نوتر كابيني. بس اذا دي فري ان كوبل كي بيرفير ما بيجوا لعنا اصلا، يعني منن بالدماغ تبعهم، لانه هن il y a une complémentarité تبع الديزير، لو مازوشيست va désirer le sadique et le sadique va désirer le masochiste. نحن اصلا عندنا كثير وقت، يعني بعد يمكن سبقتيني، بنقبل سؤالين. كنت بدي اقول لك لانه ما بقى في عندنا كثير اسئله بس ما عندنا كثير وقت. يلا رح اسال بعد سؤالين. سلام بتسال اذا في حاله بنت عمرها 13 سنه بتقول انه عندها اكتئاب وقلق من وراء هذا الوضع الكورونا فيروس، كثير حسن، كيف فينا نوجه الام لتساعد بنتها؟ شو فينا نعمل؟ ثانكس يبا لانك سالتي هذا السؤال، اخترتيه لانه كنت بدي، نحن ان طانك بروفيسيونيل اليوم عم الاودينس هي بروفيسيونيل، بدنا ننتبه انه من اكثر اشخاص هلا فيلنرابل بهيدا الوضع هو والوضع مش بس كورونا، قبل يعني بالكريز الاقتصاديه والسياسيه اللي قطع فيها لبنان، هو الترانش دادوليسانس. اتونسيون لانه ديجا لادوليسان هو دون اون كريز، موجود على ارضيه مع حاله تيقدر ينتقل من كاراباس الانفانس لكاراباس الادولت، هو بصراع داخلي وبي على تيران على ارضيه انستابل، منه عارف حاله لمين بينتبه، لمين بيشبه، لمين بده، مع مين، ضد مين، شو بده يصير، شو بده يتخصص، شو ما بحب، شو بحب، هو ان هو هو بوبيلر، هو لوزر، هو ما عم يعرف لاي جروب بينتمي، ما عم يعرف شو بده يتخصص. ديجا هيدي هي اشكاليه المراهق، كل مراهق بكريس المراهقه هي بيقطع فيها. زادت عليها ارضيه اذا بدي احكي المراهق اللبناني، ارضيه قبل الكورونا، ارضيه غير ثابته على صعيد الماده، على صعيد الشغل، الشوماج، السياسه، الدولة والعائلة والسلطة اللي لازم تكون حامية، لازم تكون la version du père، كانت بمطرح père، يعني عم تلعب دور père version، ما كنا بال version du père، يعني كنا بالشذوذ، كنا بقوانين، عم بحس انه هو بقوانين عم بتحطها السلطة، هي قوانين على ذوقها مش قوانين اللي هي المشرعه، مش هيك هو كان بقله امان. واجت هلا يعني هو ديجا بي بيرتورباسيون بكونفلي بصراع داخلي بسبب تغيير جسمه وصوته وكل الاشياء الهرمونال والمستقبل مش عارف شو ناطره، انتمائه للاصحاب الى اخره، واجي ارضيه موجود بارضيه غير حاميه كانت على صعيد الوطن وعلى صعيد الاهل، كان عندهم اهل، وهلا اجت الاشياء الكورونا، يعني هلا بوقت هو خاصه بالربيع عم بيحلم، خاصه لتلاميذ الترمينال قد هن عندهم بمطرح انه عندهم بدهم يحلموا باي جامعه بدهم ينتموا، بدهم يسافروا، بدهم يستاجروا بيت برا، بدهم
ما عم يعرفوا يقرروا شيء، بيقدموا ما بيقدموا، ما بيعرفوا يقرروا شيء. بدنا ننتبه بالعمل اليوم مع المراهق كثير دقيق، بده يكون في توعية للأهل كيف بدنا نحيط وبدنا نرسل. أول شغلة بنعملها هالحماية الداخلية يشعر فيها تاما نزيدها أكثر من اللزوم. اليوم المراهق بده يشعر شوي بهالكونتونانس من قبل المعالج النفساني، إنه عم نفهمه، عم نفهم لانستابيليتي اللي عم بيعيش فيها. الوضع منه سليم للمراهق هلا، وهيدي لازم يعني كنت اقطع هالمساج. دكتور، رح أسألك آخر سؤال مني، يعني اون تانك بسي نحنا كلياتنا، كيف بتشوفي هلأ بعد ما ترجع شوي الأوضاع طبيعية وترجع العالم تنزل على حياتها اليومية، شو بتشوفي رح نواجه أكتر شيء بالكلينيك، مشاهد هيك نفسية؟ ليكي ما بقدر هبة مزبوط، يعني نحن بنعرف انه ما بنقدر نبصر، اما نحن بنقدر نشوف هلا ونقدر نقول هيك شو الأكترية صح، من هذا المنطلق بيعرفها. صح. يعني انا بس بدنا ننتبه للمراهق، المراهق كيف، شو المستقبل تبع النفسانة تبع المراهق. بدنا نشوف يمكن في اشياء ايجابية انا عم شوفها هبة، في بالعائلة عم تعطي وقت اكثر لبعضها، الام اللي كل عمرها ما عندها وقت تحكي مع بنتها مع ابنها، اليوم صار الوقت عم تقدر، عم نشوف في اشياء ايجابيه صح، في الثنائي تأثير حتى، بوزيتيف. وما تخملي يعني الثنائي اللي عم تطلع كثير نكت، لانه نحن اللبناني بنستعمل كثير اليه دفاعيه هي روح النكته بعدم الانكار اللي هي كثير حلوه عند اللبناني، قد عم تطلع نكت على الثنائي والطلاق، وقد شغلنا نحن كمعالجين بده يكثر والمحامي لانه للطلاق. هلا ديجا الثنائي اللي هو كان بدني بانكار الأنا تبع الثنائي كان خسر، بدي استعمل كلمة الأنا، كان منه سوليد، منه صلب الأنا تبع الثنائي، كأنه هالقشرة وهالماسك راح بهالكونفينمان بهالحجر، وكان عامل إنكار، وكان في عامل هروب بالعمل، هروب إنه يطلع من البيت كل نهار، هروب يمكن بالخيانة الزوجية، هروب كان. اليوم يمكن أكثر الأشياء انشافت على حقيقتها، ما بشوف أنا يعني بشوف الكونفينمان الحجر المنزلي، اليوم يمكن بطل عم يقدر يستعمل الآلية الدفاعية الإنكار، يعني إذا كوبل قوي ما رح يتأثر بالحجر المنزلي، بالعكس هو رح يقوى أكثر ورح يشهد قد ايه هالكوبل بمطارح كانت صعبة قدر يربح وقدر يكون أقوى، ورح يستعمل بكل الصعوبات تبع الثنائي وتبع العائلة هالإكسبيريانس هالتجربة تيقول أنا فوالا الفيكو تبعي بيقول لي انه انا بقدر اتخطى، بقدر، انا عندي قوه داخليه كنت باصعب الظروف وقدرت اتخطى. انا بلاقي اليوم الكونفينمان عم نعيشه طبعا حسب صعوبه تركيبه الشخصيه تبع الشخص، حسب قد ايه قاطع بتروما قبل مختلفه، قد ايه الباغ اكسيتاسيون يعني الغلاف اللي بحيط لو بسيشيسم حسب فرويد، قد ايه هو من اذى قبل بتروما بصدمات خارجية بطفولة الشخص، قد نوعية الآلية الدفاعية تبع الشخص، قد عنده المرونة النفسية، كله بيأثر للمستقبل من بعدها. بس ما بشوفها شيء أنا سلبي بالنسبة للصحة النفسية على المدى الطويل، أنا بشوف أشياء إيجابية. الشخص أكثر بالفقدان للأمور، فقدان الحرية، فقدان يمكن الصحة، يمكن الاستابيليتي بالصحة، أما هالماك بخلينا يكون عندنا فلسفة مختلفة للحياة، مختلفة للعمل، نعطي قيمة أكثر للغمرة، نظرة مختلفة للحب، للعائلة، يعني معايير شفنا للوقت، للزمان، للمكان، للحرية، للتنقل بمعايير الزمان والمكان، عنا نظرة وفلسفة مختلفة لحتصير. هلأ نحنا يمكن كنا قبل نحب نغمر، هلأ صرنا نحب إنه نزيع عن بعض، يعني رح يصير عنا نظرة وفلسفة مختلفة للتوشي، لنقدر التوشي، البروكسيميتي، وجود الشخص الثاني حدنا، حتى معايير الريتويال تبع الموت تغيرت، يعني إذا هلأ منشوف رح نصير نشوف كمان قد ايه
ضروره وقتها بنفقد شخص، قد ايه ضروره انه يمكن نكون موجودين مع اهله، لانه هلا ما عم نقدر نكون موجودين مع اهله. المعايير طبعا هلا تغيرت كلها، بس بمطرح يعني بعد فتره زمنيه المعايير رح ترجع لطبيعتها، بس الفلسفه ونظره الامور رح تتغير. ميرسي بوكو دكتور، جران ميرسي عن جد انه شاركتينا هيدي التجربه. انا بدي اقول لكم ميرسي لكم، ميرسي لهبه وميرسي لعلي، فريمون عم بتساهموا كثير لنقل المعرفه بطريقه بروفيسيونيل. ثانك يو لنفسانيون، عم تابعكم من قرب بهالفتره، خاصه قد ايه عم بيكون في اشخاص عندها البروفيسيوناليزم عم بتطلبوا انه ينقلوا كمان لوغ سافوار لوغ اكسبيريونس. ميرسي بوكو دكتور، هاي شهاده كثير كبيره. ميرسي للاشخاص كمان اليوم اللي عطت ثقتها فيي وسالت اسئله، يمكن على صعيد الشخصي على صعيد، وان شاء الله اكون قدرت ترد قد ما فيي على اسئلتك، وبنتمنى نعيدها هالتجربه. ميرسي بوكو دكتور، يعطيك الف عافيه. يلا باي باي.